مرحبا، خلال الفيديوهات السابقة تعرفنا على أنواع البيانات اللي من ضمنها كان ليست. هلأ رح نتعرف بشكل من التفصيل على ليست في بايثون. طبعا ليست هي طريقة لتجميع مجموعة من البيانات مع بعض بشكل مرتب، بمعنى أنه هي بتاخد بالاعتبار كل إندكس جديد بفوت عليها، فهي بتاخد ترتيب دخوله لإلها. فيها تحتوي على أنواع مختلفة من الكائنات، يعني ممكن يكون فيها كذا أوبجكت موجودين. خلينا نأخذ مثال على الليست. نقول إنه في عندنا 1 3 8 9. هذا مثال بسيط على الليست اللي من خلاله بنقدر نشوف مجموعة من البيانات. هلأ لو تغيرت البيانات اللي داخل الليست، يعني مثلا أدينا إنه في عنده نص، كتبنا له فيها هالو، وأدينا كمان في رقم، وأدينا هذا انتجر، وأدينا أنه في عنده كمان فلوت، هنلاحظ أنه هو أخذها بالاعتبار. هلأ بقدر أمثل الليست هاي بمتغير، أقول له my list وأطلب منه يعطيني شو محتوى هاي الماي ليست. مثل ما بنشوف أداني الأوبجكتس المكونة للماي ليست. طبعا التعامل مع الليست بيشبه كتير التعامل مع الستريند، بالتالي ممكن أنا أطلب مثلا منه لين الماي ليست بتاعتي، أقول له اديني اللين تبعها. هنلاحظ إنه أداني 3. مين هم 3؟ اللي هي هالو ومية واتنين بوينت خمسة. وأكيد طبعا هنقدر كمان نتعامل معها كسلايزنج. ممكن مثلا أقول له الماي ليست بدي تجيب لي الإندكس الصفر تبعها، هيعطيني انه هي كانت هلو. طيب لو مثلا اديته اندكس من 1، هلاحظ انه طبع لي بعد الواحد، بعد الاول طبع لي اياهم. هلا لو بدي اطبق عليها العمليات الحسابية للليستة، يعني مثلا اديته first last، قلت له الليستة هاي فيها مثلا 1 وفيها 2 وفيها 3، وقلت له في كمان second last، مثلا second list، وقل له هاي second list فيها مثلا 4th وأقول له مثلا فيها كمان الفايف. هلأ بدي أعمل نيو ليست وأقول له جيب لي الفيرست ليست بلس سكند ليست، وأقول له بعد كده طلع لي إياها، عرضها لي خليني أشوفها. لاحظت انه هو عمل ربط ما بين الليست الاولى والليست الثانية من خلال البلس، وهي كانت تماما بتشبه تأثيرها على السترينج، بالتالي تعاملها نوعا ما بيشبه تعاملي مع السترينج. فالتفاعل مع الليست ما اختلف كتير عن السترينج، يمكن في اختلاف بسيط حنوضحه هلأ. إذا احنا فاكرين لما اشتغلنا مع السترينج حكينا انه في ظاهرة بتكون غالبة او موجودة اسمها immutable. immutable هاي بتمنعني انه انا اعمل تغيير في اندكس معين في السترينج، لكن لو جربته مثلا مع النيو ليست، اخذت النيو ليست وبدي اعمل لها اندكس جديد او تغيير في احد الاندكس تبعها، قلت لها الصفر تبعك الاندكس هو 1 صح؟ بدي اخليه مثلا 1 of all مثلا، وقال له هل لقيته طبع لي مين ليست جديدة. لقيته انه هو استبدل الاندكس الزيرو اللي هو كان قيمته 1 وهات بدلها 1 of all وظهرت عندي بالنيو ليست. هذا هو الاختلاف اللي ما بين كان السترينج وما بين الليست. هاي الظاهرة بيسموها mutable.